الذيابي عبد المجيد معنا ادري عنك فريق تشجع فريق ما ادري عنك والله ما ادري منهم شو عن العيال خلق الله هنا انا وفهد والظاهر عبد المجيد والله شوف يا اخي من هو رابعنا انا ظهر سلطان الامير ناس سلطان ظهر معنا معكم لا انا لا الظاهر معنا احنا فهد مطيري عادل النجاشي ها يا اخي قريت الملخص قبل شوي ما ادري منو خامسنا ركيك ما هو منظم تواريخ كثير ايوه معلوماته واجد ولا الصدر تلقى فيه اربع خمس معلومات وتواريخ وعام كذا وعام كذا وعام كذا يا ولد انا راسي طش عندي عام 1615 بدأت المراسلات البريدية ورقية ايوه عام 1844 الانترنت لا التلغراف ايوه والثلاثي قرن او الثلاثينيات من القرن التاسع عشر وش اللي بدا 1900 ولا لا لا ها 1900 تلغراف 1900 الهاتف الثابت الهاتف الثابت 1900 ايه 91 او 1900 1900 لا الثابت 1900 و 91 ايه والانترنت 1991 لا بدات شبكه الانترنت لا الا الانترنت 73 لا يا رجال الانترنت 73 العالميه الفيسبوك عام 2004 تويتر عام 2006 فيها تويتر بعد ما قريت حق الا فيها طيب وش كانوا يستخدمون ايام يا اخي اللي في الثلاثينات من القرن التاسع عشر وش هي اللي بعد التلغراف هي الانترنت وفي الانترنت العالميه مدري مسمى الانترنت بعدين بعدها طيب وش هي انواع الاعلام لا ما هو انواع الاعلام الا وش هي وش هي او مصادر الاعلام حفظ التواريخ انا ابراهيم احفظ الباقي اسمع اللهم صل على محمد ليش كانوا يستخدمون ايام الصحف لا ايام الحرب الاولى والتلفاز والراديو والمجلات والاعلام الالكتروني ايام الحرب العالميه الاولى ايش كانوا يستخدمون في الرسائل؟ كانوا يستخدمون الحمام الزاجل والنيران والادخنه ايوه نيران والادخنه والحمام الزاجل مدري ايش الثالثه الله كان عندي حمام زاجل صحيح ايوه بس اني ارسلهم عادي يعود ما ادري هو مضيع الابراج منه الا يبي فرقاك تاقا مقصرين عليه ها لا اللي تعود بعد فتره اكلها تاكلها تاكلها انت ما منها فايده شو الخيانه ذي؟ تعال قرسال فيروس لا تروح تاخذ ثلاث اربع ايام وتجيك بدون مردود ليش؟ شو الخيانه ذي؟ حطها في بطنك عشان الثنائيات اذا شافوك اكلتها تأدبون يتأدبون يروحون يجيبون مردود ارسال بدون مردود يا شباب هب يا ولد ما انت بصير ما ليش يا حبيبي امشي سيده اكل تمر يمين يسار يقطع سيف تبغى نتسبح ها نسبح كم باقي الساعه 8 متى تبدا الفقره والله مبطي يقول باقي تبدا 8 صح ما ادري ابي الثلاث اوراق الاخيره ابي اقراها بسرعه ابي الثلاث اوراق الاخيره من الملخص فيها معلومات بديهيه بتقدر تجاوبها لكن اذا قال لك عدد لازم تحفظها العلم اذا جاب التعريف اللي تحت عدد عرفت ما في تعريف كلها معلومات ما في تعريف التعريف الاول مفهوم الاعلام عدد بالنسبة للصفحتين الأولى، الثلاث الأخيرة ما أدري يعني. عدد يجي تحت العدد ذي كل نقطة يجي تحتها ثلاث أربع سطور. الله يجزاك خير يا أم عمر. ها. لا ما شطوا. خلنا نطلع من ذا المكيف.
كم تعال اللوكيشن ذا ها تعال اللوكيشن الثاني جاك